واحد بيقول استسمح قداستكم في ان اريد ان اعرف، بما ان قصتكم في هذا اليوم تحدثت عن رقوبة، فالقديس بطرس الرسول اخطأ حينما انكر السيد المسيح، فما هي العقوبة التي اخذها؟ هو بطرس اخطأ، ولكنه خرج خارجا وبكى بكاء مرا وندم، ومش بس ندم، في لقائه مع السيد المسيح بعد القيامة قال له أنت تعرف يا رب كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. ومع ذلك السيد المسيح في آخر إصحاح من إنجيل يوحنا وبخ بطرس، بس بطريقة المسيح الخفيفة يعني، فما قالوش يا بطرس، لأن بطرس ده اسم التكريس بتاعه، قال له يا سمعان ابن يونا، باسمه العلماني قبل التكريس، قال له يا سمعان ابن يونا أتحبوني أكثر من هؤلاء؟ لأنه قال له لو أنكرك الكل أنا لا أنكرك، قال له عندك طبعاً أكثر من هؤلاء، قال له أيوة يا رب أنا بحبك، قال له طيب ارعى غنم، يعني لم ينزعه من ردة الرسولية. وبعدين سأله مرة ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ برضو سمعان ابن يونا وبرضو التشكيك في محبته، فجاوب قال له طب ارعى خرافه. وثالث مرة قال له يا سمعان ابن يونا باسمه العلماني أتحبني أكثر من هؤلاء؟ فحزن بطرس، ودي بقى مش موقف الكاثوليك يقول له قال له ارعى غنم ارعى خرافي، لا ده حزن لأنه سأله ثلاث مرات أتحبني. بطريقة عتاب السيد المسيح الخفيفة ونحط جنبيها توبة بطرس وندمه الشديد، بل ظل ندم بطرس إلى يوم استشهاد، فقال لهم لا أصلب كما صلب المسيح، إنما أصلب منكس الرأس، فصلب منكس الرأس. فمين عنده توبة زي توبة بطرس؟ كما أن بطرس خطيئته كانت خطيئة ضعف وليست خطيئة خيانة.